السلام الله عليكم مشاهدين من العاصمة السورية دمشق في لعبة الأمم. قبل أيام أنجزت الدولة السورية الانتخابات التشريعية الثالثة خلال الحرب، وهو ما عكس تصميم دمشق على الالتزام بالمواعيد الدستورية للانتخابات على الرغم من الضغوط الخارجية التي تطالب بالتأجيل حتى إبرام تسوية دولية للوضع الداخلي. والتهديد كما ظهر في تصريحات مسؤولين امريكيين اما الضغوط الداخليه فتمثلت بجبهات القتال وخروج مناطق عن سيطره الدوله والوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي البالغ الصعوبه الذي ساد خلال سنوات الحرب وما زالت بعض اثاره مستمره حتى اليوم وتحديدا الوضع الاقتصادي الصعب الناشئ عن الحرب مترافقا مع الحصار الخارجي وسط هذا المشهد خاض حزب البعث الانتخابات على وقع حركه تغييرات داخليه توصف بالخطوات الاولى والواعده. وعاهد الحزب الحزب السوريين في منشور عبر صفحته في فيسبوك في السابع من تموز بانه سيعمل في مجلس الشعب وعبر من يفوز من مرشحيه لتلبيه مصالح وتطلعات الشعب السوري. بالمقابل كانت هناك اصوات من بعض المرشحين عبرت عن عدم رضاها تجاه النتائج بينما لم تعترف المعارضه بالخارج بالعمليه برمتها ما هو راي حزب البعث بالعمليه الانتخابيه وما هي توجهاته على صعيد العمليه التشريعيه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ما هو مستقبل عمليه التحديث التي بداها في داخله كيف ينظر الى التهديدات الخارجيه والتحالفات الاقليميه ومستقبل سوريا ضيف لعبه الامم هذا الاسبوع الامين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال حياك الله استاذ هلال اهلا وسهلا بك يعني نحن سعداء انه بدمشق ونحن وسعداء انه نحن بهذه القاعه الدمشقيه التي تعبر عن تراث وتاريخ هذه المدينه العريقه ونحن اسعد اليوم بوجودكم بيننا هذه المحطة التي نكن لها ويكون لها كل الشعب السوري المودة والمحبة لأنها حقيقة أثبتت خلال السنوات الماضية أنها هي محطة المقاومة هذا بكل واجب ما تعنيه هذه الكلمة من معنى هذا واجب بداية حزب البعث وصف حزب البعث بالحزب الحاكم في سوريا هذا الوصف هل لا زال وصفاً موضوعياً من الناحية النظرية والعملية. أولاً حزب البعث قبل الدستور عام 2012 كان يوصف أو كانت هناك مادة صريحة في الدستور يطلق عليها المادة الثامنة كانت تقول أن حزب البعث هو القائد في الدولة والمجتمع، لكن بعد هذا الدستور وبعد التجديد وبعد ان هبت جماهير الشعب عام 2012 آه لتؤيد هذا الدستور حكما آه الموضوع لم يعد كما كان وبالتالي الان حزب البعث آه بحكم وجوده بحكم آه آه كتلته النيابيه في البرلمان هو من يعطيه الشرعيه لان الدستور الجديد اعتبر صناديق الاقتراع هي من تحدد وبالتالي عندما يعني يحصل حزب البعث على عدا نسبه ما يقارب 65% من اصوات البرلمان فيحق له ان يكون حزبا حاكما عمليا لكن نحن رغم ذلك مصرين ان لا يكون ان لا نكون حزبا وحيد لاننا مدركين ان احزاب اخرى وطنيه يجب ان تشاركنا المسؤوليه في هذا الجانب، يعني هذا هو بالائتلاف الانتخابي الذي يحصل عاده، فهناك لدينا احزاب الجبهه الوطنيه التقدميه ولدينا مجموعه من المستقلين الوطنيين، لذلك في العرف العام فعلا بحكم الاغلبيه نحن حزب حاكم. لكن في التطبيق العملي نحن نترك مشاركه حقيقيه للاحزاب الوطنيه التي تربطنا بها مواثيق في الجبهه الوطنيه التقدميه ومجموعه من المستقلين وهذا ليس كلاما نظريا بل كلاما مطبقا واقعا والان الحكومه فيها كل هذا الطيف الطائف. الذي تحدثنا عنه عنه أو الذي تكلمت عنه منذ قليل في الانتخابات أستاذ هلال في الانتخابات في إصرار على المواعيد الانتخابية يعني سواء كان انتخابات الرئاسية أو حتى التشريعية أو حتى الانتخابات المحلية البلدية لماذا هذا الإصرار على المواعيد الدستورية في سوريا رغم أنه في كل انتخابات وخاصة ربما في هذه الانتخابات أيضا يطلب منكم خارجيا التأجيل لإفساح المجال لتسوية على صعيد الحل السياسي أو إنجاز دستور جديد الآن في يعني في وفود تتفاوض يمكن في جلسة في 24 الشهر المقبل للحديث في دستور جديد لسوريا لماذا الإصرار على المواعيد الدستورية وعدم التأجيل إلى حين الوصول للاتفاق أو الوصول للحل الشامل كما يسمى بداية أقر دستور في الجمهورية العربية السورية في عام 2012 ودستور في العرف وفي كل من اطلع على الدستور يعتبر الدستور من الدساتير العصرية يعني الجيدة لكن أكيد ربما لا يروق للبعض هذا الاتجاه أنا برأيي كان المطلوب أنه عندما لا ت... يعني لا تنجس سوريا الاستحقاقات الدستورية يجب أن تلام لكن هذه قضية يراها أعداء سوريا بشكل أو بآخر لأنهم طلبوا أكثر من ذلك تعرف في بداية الحرب المسوقين أصلا أول ما استهدفوا استهدفوا الدستور وطلبوا تعطيل الدستور بل أكثر من ذلك طلبوا في أكثر من مرة حتى الفيدرالية والكونفدرالية وكل هذه المسميات التي تمزق سوريا لذلك أنا أعتبر كل وطني شريف عندما تقوم الدولة السورية بتأ إنجاز استحقاقاتها في مواعيدها فهي قضية تدل إن دلت على شيء تدل على قوة الدولة وتمسك الدولة بالاستحقاقات الدستورية ربما في كثير من الأحيان في دول أخرى غير موجودة على الإطلاق لذلك عندما تنجز هذه الاستحقاقات في عز المعركة وفي عز الظروف التي تعيش سوريا في هذه الحرب الكونية عليها فنحن في عام 2012 كان الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب صحيح في عام 2016 الدور التشريعي الثاني والآن بالعام 2020 الدور التشريعي الثالث في عام 2014 كان الاستحقاق الرئاسي وتعرفون تماما أنتم وفي قناة الميادين عندما هب الشعب السوري داخليا وخارجيا ليقول كلمته مدوي آنذاك نعم للقائد الذي حفظ وصانع الدولة السورية كل هذه الاستحقاقات وهذه الأعمال لا ترق لأعداء سوريا لأنهم دائما وأبدا يخلقون الحجج الواهية والأعذار لكن نحن ننظر إلى السواد الأعظم من جماهير الوطن ومن جماهير سوريا ما هو المختلف والجديد بالنسبة لحزب البعث في هذه الانتخابات؟ حقيقة هناك اختلاف تام وكامل اولا في الشكل وفي المضمون في المضمون كانت الانتخابات سابقا او في الدورات السابقه يتم اختيار ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال مقترحات ترفعها القيادات في مستويات متوسطه الى القياده الاعلى الى القياده الاعلى يعني على مستوى الشعب ومن ثم الفرع الى القياده المركزية لتعلن هذه الأسماء وكانت ترفع أعداد مضاعفة يتم الاختيار منها بهذا الشكل ويخوض البعث هذه الانتخابات بهذه الأسماء. هذا في السابق هذا سابق الآن الآن كانت الرؤية المهمة جدا للقيادة وعلى رأس رفيقنا الأمين العام القائد بشار الأسد أن تكون القاعدة البعثيه لها راي وراي مرجح مه. في خيار ممثليها الى مجلس الشعب هذا اللي سميتوه الاستئناس هذا نحن سميناه الاستئناس مه. في على مستوى الفرع الموسع لماذا جح... لم تسموه استاذ هلال انتخابات تمهيديه لا. داخليه فرق كبير جدا بين الاستئناس وبين الانتخاب مه. الانتخاب نح... تكون القياده ملزمه به بشكل كامل مه. بينما الاستئناس هو اخذ راي داخل الحزب م. لمجموعة الرفاق المكونات الأساسية لهذه المؤتمرات لكن ربما أحيانا يشوب شيء من الخلل أو ربما هذه العملية الاستئناسية لا تنجز بالشكل الصحيح أو لديكم فهنا معلومة. لدينا نحن كقيادة تدخل أحيانا لتصحيح بعض الأخطاء إن وجدت وحكم العملية لا تكون دائما كاملة أكيد هناك بعض الأخطاء أنه وجدت بعض هذه الأخطاء يتم تصحيحها من خلال القيادة في م. هذا الاتجاه وهذا ما حصل في الاستئناس هذا ما أريد أن أسأل عنه أنه أنتم أجريتم الاستئناس صحيح وظهرت نتائج هذا الاستئناس أخذتم فيها أو لا؟ أيها لذلك أنا قلت في البداية في الشكل وفي المضمون هذا في م. المضمون م. اليوم عندما قواعد البعث بالكامل على مستوى قيادات الحزب نحن نسميها القيادات القاعدية في البعثة التي هي الفرق الحزبية عندما يكون لها رأي ورأي مرجح في أعضاء مجلس الشعب لأن القيادة القاعدية كل نحن لدينا تعرف في التنظيم الحزبي القاعدة هي الأكبر كلما صعدت إلى الأعلى يقل العدد فكانت القاعدة الأكبر وكان حقيقة رؤية الرفيق الأمين العام في هذا الاتجاه أنه كلما وسعنا القاعدة حتى لو يعني نستطيع في المستقبل ان يكون كل الاعضاء العاملين في البعث لهم صوت يدلون به في هذه العمليه وهنا يكون يعني الخيار للرفاق البعثيين او لممثل البعث افضل اما في المضمون في الشكل كانت العمليه شفافه بشكل كامل وعلي حتى لجانا الى طرق ربما كلفتنا الكثير من الوقت يعني في عمليات استئناس تجاوز الوقت في اربعين ساعه متواصله الغايه من ذلك كل الذين يعني اتوا باصواتهم استانسوا كانت الاوراق تعرض على شاشات عملاقه في القاعات التي يحضرون بها وعلى مرء الجميع كل الحاضرين وكل من يريد ان ياتي حتى يعني الغير بعثيين وهذه كانت قضية مهمة نم... فكنا نم... الغاية من ذلك يكون مم. هناك شفافية مطلقة مم. لكي لا يتكلم أحد أنه هذا الموضوع صار في تزوير هذا في مساعدة هذا في لبس في هذا الاتجاه هذا هذه أول مرة نسمع فيها أنه هكذا جرى في, نعم. في وهذا هارف. جرى في كل فروع سوريا ونتيجة الشفافية الزائدة قسم من هذه الاستئناسات ونتائج نقلت على الهواء مباشره من خلال الاعلام الحزبي في هذا الاتجاه في كل م. المحافظات تقريبا النتائج النهائيه كانت تنقل من خلال المواقع الآن الحزبيه الان النتائج صدرت م. نتائج للاستئناس الحزبي القواعد الحزبيه لديكم قالت نحن من يمثلنا في مجلس الشعب او من نريد ان يمثلنا في مجلس الشعب هؤلاء الكوادر نعم انتم اخذتم برايهم كاملا استطيع ان اقول اخذنا ب بالمئة من رايهم كاملا وال 10% لماذا تم التغيير؟ نحن دائما اجرينا الاستئناس على ضعف العدد. م. يعني فرع ما، محافظة ما تحتاج لعشرة 10 فنحن اجرينا الاستئناس على ال 20. اكيد الرأي الذي يجب ان نأخذ فيه هو رأي قواعد الحزب، م. وهذا ما تم اخذه في كل الفروع الحزبية وبكل المحافظات. تم الخروج عن هكذا نقاط بس لسببين السبب الاول تعرف هذه انتخابات لمجلس الشعب وليست انتخابات للبعث يعني لقيادات بعثيه يعني عندما تكون انتخابات لقيادات بعثيه لا يهم ابن هذه المنطقه او ابن هذه المنطقه من هذه القريه او ابن هذه القريه لكن في انتخابات مجلس الشعب حاولنا ان يكون التمثيل الجغرافي شامل بحيث انه كل المناطق جغرافيا يكون لها ممثل في مجلس الشعب كان هذا شهر. احد المعايير كان هذا احد المعايير التي حكما ايضا كان يعرف بها رفاقنا في القواعد من خلال تعاميم قمنا بها، لكن المشك احيانا البعض لم يحالفه الحظ فلذلك يعني لم يكن في ارقام متقدمه بالاستئناس فكنا يعني نحن كقياده يعني نأخذ على عاتقنا تمثيل هذه المنطقه من خلال ربما احد رفاقنا المتأخر قليلا في الاستئناس. لكن آه هنا بصراحه يعني استاذ هلال من خلال الرسائل التي وردتني حول آه الاستئناس بانه آه كان في آه على سبيل المثال آه شخص آه حصل كادر حزبي حصل على رقم واحد في القائمه او رقم اثنين في القائمه ثم استبعد. انا تكلمت معك آه استاذ كمال في الحاله الاولى لكن انت استبقتني لتدخل في الحاله <applause> الثانيه مباشره قلت في حالتين نحن خرجنا نعم. اولا للتمثيل الاكبر والتمثيل الجغرافي الحاله الثانيه ايضا خرجنا بها واقصينا عدد لا باس فيه عندما كان هناك بعض الملاحظات او بعض الحديث على المستوى الشعبي وليس على المستوى الحزبي أو بعض الرفاق ربما ممارساته لم تكن ممارسات ترتقي إلى الرفيق البعثي الجيد من خلال نفوذ شخصي أو من خلال نفوذ مالي م. وربما شاهدنا في بعض المحافظات هكذا ممارسات فهؤلاء القيادة أخذت فيما على دفع أموال يعني من أجل أكيد على لا يوجد شيء ملموس بين يدينا لكن كما يحكى يسمع تعرف هذا الموضوع شوي موضوع شائك لا يمكن ال يعني الت يعني التيقن منه بشكل مباشر لكن عندما يعني راينا ان الشارع في محافظه ما غير راضي عن خيارات البعث او في قوائم البعث التي نجحت فنحن حكما جزء من هذا الشارع ولا يمكن ان ننفصل يعني واستبعدنا في, في المستقلين الذين لا. ترشحوا لمجلس الشعب لا. وسمعنا اصوات ايضا معترضه على النتائج، بعض هذه الاصوات كان لها شعبيه في محافظاتها، بعضها كان اعضاء مجلس الشعب اخرين، بعضها طعن في نزاهه الانتخابات، بعضها ايضا وجه اتهامات مباشره لحزب البعث. ما هو ردكم على هذه الانتقادات؟ نحن بعد أن شكلت قوائم الوحدة الوطنية من الرفاق البعثيين من حزب البعث العربي الاشتراكي ومن أحزاب المتحالفين معها في الجبهة هذه القائمة بعد أن شكلت كان التوجيه واضح وصريح إلى قيادات الحزب المتسلسل عدم التدخل في الانتخابات التي تخص المستقلين ونقف على مسافة واحدة من الجميع الا اذا كان هناك حالات فاقعه ايضا او حالات يعني في البعد الوطني والبعد في الفساد المالي ليست بالمستوى المطلوب فنحن كحزب ومن حقنا ان يعني نوجه كوادرنا باتجاه عدم الانتخاب، لكن هذا لم يحصل حقيقه في هذا الاتجاه وكان البعث يقف على مسافة واحدة من الجميع جميع المستقلين من جميع المستقلين الذين لا لا يوجد عليهم أي ملاحظات حكما ولو كان أحد عادية عليه ملاحظة لدينا الجرأة أن نتكلم بكل وضوح وما عندنا مشكلة حتى أنه نقول هذا ليس بالمستوى لكن المطلوبة. إذا كان على المستقل ملاحظات أنتم الإجراء تبعكم أن توجهوا بأن لا يتم انتخابه من قبل كوادركم صحيح كحزب بعث وهذا اتوقع حق اي حزب في الدنيا له الحق في ان يتحالف مع من ويعمل من ويحجب عن من وهذه طبيعه الانتخابات في الدنيا لكن نحن في البعث وفي الانتخابات الاخيره حقيقه لم نقم بها لان معظم او السواد الاعظم من المرشحين كانوا بسويه وطنيه جيده والقسم الاخر لم نرى ارتكابات فاضحه يعني في ممارساته الماليه او بما يخص وضع الفساد يعني بشكل واضح عم هنا استاذ هلال لم يكن احد المستقلين فائزاً او حاصلا على شعبيه او على اصوات وتم استبعاده بشكل على, على الاطلاق وانا عندما اقول لك هذا الكلام انا واثق من هذا الجواب ولا يمكن على الاطلاق ان يكون احد الناس او احد الاخوه ناجح ويمكن اذا كنا نريد ان نحجب فنحجب قبل قبل لكن حكما صناديق الانتخاب هي المعيار الاساسي واتوقع ايضا الشفافيه التي جرت بها انتخابات سوريا كانت واضحه وكانت ايضا ملموسه للجميع والجميع شاهد وشاهدتم يعني من خلال كل وسائل الاعلام كيف كانت الاليه وكيف كانت الانتخاب وحقيقه كان هناك صراع حقيقي في في الانتخابات البعض. في بعض المحافظات وصراع يمكن شاهده الجميع في هذا الاتجاه والبعض كان يتنافس على الصوت يعني في ناس نجحت على مستوى 200 و300 صوت عن البقيه الباقيه يعني على شيء يدل على النزاهه العاليه م. للانتخابات التي يوجد حقيقه جدا. هذه اول مره آه يعني نشهد فيها انتقادات واتهامات علنيه لحزب البعث من مرشحين او من يعني اقتصاديين او من نشطاء حتى وبهذا بهذه الحده ومن داخل سوريا هذا هذا يزعجكم ام لا بالعكس لا يزعجنا تماما لكن احب ان اقول لك من كان يعتبر حاله انه هو موجود بقوه في الساحه ومحبوب من قبل الناس وفجأة يرى أنه لا هذه الشعبية شعبية وهمية وشعبية خلبية فحكما لا يروق له أن يرى نفسه في عداد غير الناجحين وبالتالي دائما بحكم ال... نحن القوة السياسية الموجودة على الأرض كحزب بعث فبالتالي حكما سوف يتم اتهام حزب البعث في هذا الاتجاه لكن أتوقع كانت هناك الكثير من القضايا قدم فيها اعتراضات وتبحث سواء في اللجنه القضائيه والان في المحكمه الدستوريه وان كان هناك من اي خلل حكما سوف يتحمل من قام بالخلل المسؤوليه كامله في هذا الاتجاه لكن انا واثق جدا واقول لك أن حزب البعث كان على سويه واحده بالتعامل مع كل الاخوه المستقله في صوت المعارضه الخارجيه التي لم تعترف بشرعيه هذه الانتخابات، في ايضا قوات قصد وبعض الاحزاب الكرديه حتى نكون دقيقين لانه عندما نقول الكرد كثير من العتب يعني ياتي، الاحزاب الكرديه شرق الفرات قالت لن ندخل صناديق الانتخابات ولن نتعامل مع هذه الانتخابات. ماذا ترى؟ عن اي معارضه تتحدث حقيقه يعني إن كانت المعارضة يعني التي تنف الموجودة في الخارج والمرتبطة مع أجهزة مخابرات تعرفها هي معادية للدولة ومعادية للوطن هذا موضوع على كل لا يزعجنا ولا يؤرقنا ولا يقلقنا على الإطلاق حكما لكن المعارضة الداخلية كانت أصواتها مرتفعة وتكلمت بكل وضوح وأنت قبل قليل كنت تقول لي هناك اصوات يعني ارتفعت كثيرا في هذه الانتخابات واتهمت البعض نحن قلنا لا هذا الموضوع لا يؤرقنا ولا يزعجنا يعني فعندما يكون الانتقاد يصب في مصلحه الوطن وتحت سقف الوطن بالعكس هذه قضيه يعني جدا انا فهمت مهمة. الان انك على كل الاستعداد ان ترد وتناقش وتوضح للانتقادات والاصوات والمعارضه في الداخل جداً. لكن بالخارج ما بدك تـ أو مو بالخارج عندما يعني يؤمنون إيمانا مطلقا بحتمية الوطن وعندما تكون أفكارهم نابعة من ذاتهم ولا يملى عليهم إملاء أكيد قادرين أنه نناقشهم وما عندنا مشكلة في هذا الاتجاه وبالعكس لكن أنت تعرف والسواد الأعظم من الشعب السوري يعرف ان هؤلاء اي شيء تقوم فيه الدوله الان هو بالنسبه لهم مرفوض، على مبدا عنزه ولو طارت يعني كما يحكى في المثل العام. نعم. لذلك اي شيء تقوم فيه الدوله هو بالنسبه لهم مرفوض 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 نعم. وهذا اتوقع يعني قضيه لا يمكن ان توصل الى شيء بالنسبه لهم. اسمح لي اتوقف مع فاصل قصير ثم نعود مره اخرى للحوار، مشاهدينا فاصل ونعود الى لعبه الامم. تحية من جديد مشاهدينا من هنا من العاصمة السورية دمشق لعبة الأمم هذا الأسبوع تستضيف الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال هلال أعود أرحب بك في لعبة الأمم وقبل الفاصل تحدثنا عن المعترضين وأسباب المعترضة وبقي موضوع الصناديق صح. التي لم تدخل إلى شرق الفرات أيضا يجب أن نميز بشكل واضح وعلي وجلي هناك فرق كبير جداً بين السوريين من اصل كردي الكرد وبين الاحزاب الكرديه. حُكما الاكراد احد اهم مكونات هذا المجتمع وكان لهم دور بارز ايضا في هذه المعركه. ولا يوجد مكان في مؤسسات الدوله او دوائر الدوله الا وفيه من الأخوة الاكراد الموجودين بشكل كامل ويؤدون ما عليهم. حقيقه يعني كما ذكرت هم من المكونات التي نفخر بها بسوريا حقيقة وهذا شيء يعني يدركه الجميع حتى في جزء منهم استشهد وهو في الجيش العربي السوري يدافع عن أرض الوطن في هذا الاتجاه إذا يجب أن يعني الجميع يعرف هناك فرق بين هؤلاء الشرفاء الوطنيين وبينها الآخرين الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا كما قلنا في المعارضة الخارجية الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة بيد الأمريكي وتعرف تماما الآن ما يحصل في الجزيرة السورية هو عبارة يعني عن إملاءات تملى لهم عليهم من الأمريكي وينفذون خارج رغبة أو خارج إطار دولتهم، خارج إطار مؤسساتهم. إذا ارتهنوا أنفسهم أكيد لأعداء الوطن. واضح وملموس. لكن قبل أن يكونوا عبء حتى على المكونات الأخرى الموجودة في المنطقة هم عبء على الكرد نفسهم. ويمارسون على الكرد ممارسات أيضاً ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك نحن الأخوة الأكراد عندما نلتقي وأنا التقيت بهم أكثر من مرة حتى في الجزيره السوريه سواء في الحسك او القامشلي كانوا تشكوهم من هذه الاحزاب اكثر من المكون العربي بكثير لانه فعلا كانت يمارسون بحقهم قضايا ما انزل الله بها من سلطان فبالتالي اكيد نتمنى ان يعودوا الى رشدهم ونتمنى ان يعودوا فعلا الى حضن وطنهم الذي يستوعب الجميع يعني قرار عدم دخول الصناديق إلى تلك المناطق قرار أمريكي حكما نفذته قصد حكما وهذا موضوع منتهي في تصريح لافت أستاذ هلال طبعا الانتخابات استفزت الأمريكيين وقالوا ما قالوا عن تلك الانتخابات لكن لفتني من ضمن كل التصريحات تصريح لجيمس جيفري تعرفه <applause> <applause> المبعوث الامريكي الى سوريا يقول جيمس جيفري لراديو سوا هناك المزيد من العقوبات على سوريا لا ادري في النهايه وهنا اقتبس اي ضغط سيكون فاعلا على الاسد سواء من حلفائه او انصاره او حزب البعث لافت ان يذكر جيمس جيفري حزب البعث ك نوع من ادوات الضغط على الرئيس الاسد، الحلفاء ربما يقصد جيمس جيفري ان ربما الحلفاء يقولوا للرئيس الاسد يعني تعبنا او انه يعني كفى الى هنا ممكن حسب النظره الامريكيه الوضع الاقتصادي والحصار الاقتصادي ممكن ان يقول في نهايه المطاف الانصار تعبنا يعني جعنا وبالتالي فلنقف لكن حزب البعث ان يذكره جيمس جيفري هذا ماذا تردون هذا عليه هذا نوع من الالاعيب التي يمارسها الامريكي بشكل كامل مم. اقول لك حزب البعث يفخر فخرا كبيرا بان امين العام هو القائد بشار الاسد هذا نحن وكل كوادر البعث تفخر به بل استطيع ان اقول لك اكثر من ذلك ربما الكثير من الاحزاب تستمد وشرعيتها وهذا. الكثير من القادة من أحزابهم نحن نقول بكل وضوح أن القائد بشار الأسد هو من يعطي هذا الحزب قوة وصلابة أكثر لذلك هذه اللاعب التي يلعبها الأمريكي سواء هنا أو هناك أتوقع يعني لا يمكن أن تنال من أبناء ألا, ألا يمكن ألا ألا أن يكون الأمريكيون يراقبوا الاستحقاقات التي مر بها البعث سواء كان تعيين الأمناء الفروع وما حصل من جدل م. تجربة الاستئناس وما حصل فيها من جدل واعتراضات أيضا الانتخابات التشريعية وما حصل بعدها من جدل ألا يمكن أن يكون الأمريكيون يراقبون ذلك ويعتبرون أن هذا نوع من التململ داخل لا بالعكس كوادر الحزب؟ هم إن كانوا يعرفون حقيقة ما يجري فهي قوة للبعث م. كل هذه القضايا التي جرت كانت قوة للبعث وحتى في القضايا التي ذكرت قوة البعث اين تكمن؟ لانه لدينا الجراه والقوه وهكذا تعلمنا من الرفيق الامين العام عندما نخطئ ان نقول اخطانا في في قضيه ما ونعود عن الخطا فبالتالي ربما هذه يعني في اروقتهم غير معمول بها لكن نحن فعلا في البعث نصحح كثيرا ولدينا الجراه والقوه ان نقول لكوادرنا عندما نخطئ في قرار ما او في قضيه ما اننا اخطانا ومن الصواب ان نعود عن هذا الخطا. حول الاخطاء، الرئيس الاسد تحدث عن اخطاء، وقال ان هذه الاخطاء ادت الى تراجع دور الحزب، هل انتم بصدد اجراء مراجعه شامله لدور واداء الحزب؟ ام بداتم بهذه المراجعة وكلام الرئيس الاسد يوحي او يعطي انطباع بانه في خطوات اصلاحية كبيرة ممكن تكون في المستقبل. اتوقع المراجعة لم تنتهي م. وخاصة انا اتكلم يعني بعد عام 2013 بعد ان تم تشكيل القيادة الاولى انذاك كل القضايا وضعت على الطاولة بشكل واضح اين اخطانا؟ اين اصبنا؟ لماذا حزب البعث لم يكن اداؤه بالمستوى المطلوب في السنوات الاولى للحرب؟ لماذا كذا؟ كل هذه الاسئله كانت اكيد موقع موضع نقاش على مستوى القياده وكنا دائما وابدا احيانا ننزل على المستوى القيادات الادنى. اذا خلق اليه الحوار في البعث هي قضيه مهمه جدا. القائد الامين العام عندما قال اكيد نحن لا يمكن ان نقول اننا بدون اخطاء، ولا يوجد احد يعني في مرحله الكمال، الكمال لله عز وجل في هذا الاتجاه، اكيد هناك اخطاء. وفي كل اللقاءات التي كان يجريها سواء الرفيق الامين العام مع القياده المركزيه او مع اللجنه المركزيه او مع قيادات الفروع وكوادر الحزب كان يتم التكلم بوضوح في كثير من القضايا يعني المهمه والحساسه جدا ربما الذي التي كانت في فترات سابقه غير قابله للنقاش كانت تناقش حتى في اجتماع اللجنه المركزيه الاخير الذي عقد ب 7 8 10 2018 يعني كان في نقاش قوي جدا من رفيقنا الامين العام في تشخيص كثير من النقاط وكثير من القضايا. عكفت القياده بعدها ودرست هذه النقاط ومحورتها في ثلاث محاور. محور تنظيمي ومهم جدا والحياه التنظيميه في البعث مهمه جدا عكفت عليه. محور فكري ايضا في تطوير بعض القضايا الفكرية وبعض المصطلحات ربما اللي سادت اثناء الحرب ومحور اجتماعي. الحزب دخل الجانب الاجتماعي بقوة لاننا مدركين ان هذا الجانب الاجتماعي هو مهم جدا لانه البعث عندما لا يكون قريب من وسطه ومن جماهيره ومن شعبه يعني نحن نعتبر مفصولين عن الواقع. لذلك حتى الاهتمام في الجانب المجتمعي للبعث ووضع خطه متكامله في هذا الاتجاه وهذا الموضوع لم يتم فقط بتنظير قياده كانت هذه العناوين ترسل تلتعشة. الى قيادات المتسلسله في الحزب وناخذ من هذه القيادات رؤيتها في قضيه ما في موضوع ما ونخلص بالنتيجه الى رسم يعني شيء في هذا الاتجاه وانتهى هذا الموضوع حكم يعني انتهى في الفتره الدليل الماضية وكان لدينا ثلاث أوراق والآن هي موجودة. ذكرت هذا الاجتماع الشهير أو هذا الحراك الشهير في الحزب عام 2018. في هذا كان في عدة قرارات بعد هذا الاجتماع في 2018 وكان من ضمنها تغيير اسم القيادة القطريه إلى القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. أنا يعتبر هذا دليلا على أن الحزب وصل إلى قناعة. بانه لا يمكن ان يكون فكره القومي خارج الحدود، بمعنى انه نشر الفكر القومي في الوطن العربي، هل يمكن اعتبار ذلك اعترافا من الحزب انه الفكره القوميه لم تعد فكره ملهمه دعني اقول. انا اقول على العكس تماما. هنا تاتي العقلانيه والواقعيه المبدئيه للبعث على الاطلاق. اكيد البعث له اهداف. استراتيجيه كبيره جدا اكيد له منطلقات فكريه يسعى دائما وابدا في ايصال في ان يصل في هذه المنطلقات الى الاهداف لكن بالمجمل علينا ان نعترف شئنا ام ابينا ان الواقع العربي هو ليس بالمستوى المطلوب وبالتالي اليه التعاطي كما ينظر لها سابقا في الوصول الى الوحده العربيه اصبحت يعني شيء مبدئي صعب. من الحلم وصفي صعوبه لذلك هنا تاتي ديناميكيه الحزب وديناميكيه البعث بآليه التعاطي الخلاق مع كل ما او المنطقي مع كل مرحله من المراحل وهذا ما قمنا به وبالتالي الموضوع القومي هو عنواننا الاساسي وهو ديدنا وبالتالي حتى عندما غير اسم القيادة المركزية من قيادة قطرية أو قيادة قومية إلى قيادة مركزية هو لمصلحة العمل العربي ال... ولمصلحة العمل القومي م. أوضح لك هذا الموضوع أكيد البعض سوف يسأل لماذا لم يعد مقبولا كما كان يعمل سابقا قيادة قومية موجودة في دمشق تقول تقود العمل الحزبي في عدة أقطار عربية في قيادات قطرية عربية هذا الأمر لم يعد مقبولاً ربما في فترات سابقة في, الست في الستينات في السبعينات كان مقبولاً لكن الآن أصبح لهذه الدول أنظمة خاصة بها أصبح لهذه الدول قوانين أحزاب خاصة بها كما نحن لا نقبل للآخرين أن يشكلوا أحزاب داخل سوريا أيضا ليس مطلوب منا أن نحن يعني يكون تكون لدينا أحزاب تابعة تنظيمياً لنا في سوريا يعني حزب التف... البعث الآن أصبح لديه فكر استراتيجي مبني على على شيء مستقبلي ولديه الفكر الواقعي والعملي لكن بالنتيجة الفكر الواقعي والعملي يؤدي إلى نفس النتيجة في هذا الاتجاه فأنا عندما تكون هذه الأحزاب في الأقطار العربية وهذا ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر القومي الرابع عشر الذي عقد في دمشق هذه الأحزاب يترك لها حرية العمل في اقطارها العربية وفق انظمتها وقوانينها المعمول بها، لكن هذه الاحزاب التي تجمعنا بها مبادئ واحدة واهداف واحدة يربطها ميثاق وهذا غير ممنوع في كل الدنيا، يعني هذه الاحزاب يربطها ميثاق عمل واحد ويربطها مجلس قومي يعقد كل فترة هذا المجلس يناقش القضايا المهمة، القضايا الاستراتيجية، القضايا التي توصل الى ما ذكرت حضرتك في هذا الاتجاه، وبالتالي اصبحت اليه العمل اكثر ديناميكيه واعطي لرفاقنا في الاقطار العربيه الاخرى العمل باريحيه اكثر دون ان يعطوا الاوامر من من دمشق او من غيره من هذه الاقطار لا بالعروبه استاذ هلال الى اقصى حد رغم تامر رغم اه وتدمير العرب او بعض العرب آه. آه. لسوريا يجب ان نميز بشكل واضح وجلي استاذ كمال بين الشعب العربي وبين الدول العربيه. الشعب العربي ثق تماما هو يقف الى جانب سوريا قلبا وقالبا في كل وهذا الكلام لا اتكلم به نظريا لكن من خلال كل الوفود التي تاتينا من خلال الزيارات التي يقوم بها سواء كوادر البعث او رفاقنا واخوتنا في المنظمات الشعبيه والنقابات المهنيه الكل تواق لانتصار سوريا من الشعب العربي لانه يدركون ان بانتصار سوريا سوف يعود الألق للعروبه بانتصار سوريا لن تسقط القضيه الفلسطينيه التي كانت ربما من احد اهم الاسباب الحرب على سوريا هو ان ننسى هذه القضيه المركزيه القضيه الفلسطينيه لكن نقول القضيه الفلسطينيه ان دامت الحرب سنوات وسنوات وسنوات سوف تكون البوصله لكل مواطن عربي سوري ينظر الى هذه القضيه بكل صدق لاننا نعتبر ان هذا الكيان السرطاني هو احد اهم الاسباب التي ادت بالوضع العربي الى ما هو عليه في مقابل حاليا المشاكل التي يعانيها التيار القومي، أو كما يوصف تراجع الأحزاب القومية في العالم العربي، نلاحظ صعود كبير للتيار الإسلامي في العالم العربي تحديداً الإخوان المسلمين، معتمدة عليهم دولة إقليمية كبيرة مثل تركيا، في سوريا، في لبنان، في العراق، في ليبيا، في أكثر من من دولة. كيف يعني هنا أريد أن أسأل؟ كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المنطقة في إطار هذا الصعود للتيار الإسلامي هذا التماسك كما يوصف للتيار الإسلامي هذا الاعتماد التيار الإسلامي على دولة مثل تركيا على دولة مثل قطر بما تعنيه من إعلام وفلوس وإلى آخره بينما ال التيارات القومية تعاني الفقر اليوم تعاني مشاكل مثل تعاني يعني حتى موضوع مثل سوريا الآن كيف سبع سنوات حرب واقتصاد وحصار وإلى آخره آه بهذا الاتجاه آه التيارات القومية العربية فعلا كانت آه يعني تنهض نهوضا آه مشرفا وكانت في أوجة في الستينات وربما في السبعينات طبعا نتيجة تآمر آه الرجعية العربية مع الحلف الصهيوني الأمريكي آه خلقت حرب 67 ويمكن بدا الانحسار للتيارات القوميه العربيه انذاك لكن بقيت متماسكه يعني لا ليست الى مرحله الاندحار او مرحله يعني الاندثار لكن بقي جزء منها متماسك ودليل ذلك يعني ما يحصل الان في سوريا اذا هذه التيارات أكيد ليست بالمستوى المطلوب كما كان سابقاً حوربت لكن في النتيجة هناك مبدأ حقيقي موجود أنها في النتيجة صاحبة حق ومبدأ وقضية لابد أن تظهر أما هذه الطفرة وهذا العمل الذي يقوم فيه الاخوان المسلمين نحن نعرف هذا التنظيم وانت تعرف حقا ان نشات هذا التنظيم تكوين هذا التنظيم كيف نشا باحضان الغرب وكانت الغايه من انشائه هو ضرب المشروع العربي هذه قضيه يدركها الجميع على كل لا احد في الدنيا يعرف الاخوان المسلمين كما نعرفهم في سوريا ولا احد في الدنيا يعرف الاخوان المسلمين في التيارات السياسيه كما يعرفهم حزب البعث العربي الاشتراكي لاننا يمكن نقول نحن كنا السباقين في اكتشافها من خلال كل الاحداث العفنه التي قام بها هؤلاء في سوريا في الثمانينيات من القرن الماضي ويعني حتى بدا يطلق عامة الشعب السوري يطلق عليهم الإخوان الشياطين يعني وليس المسلمين لأنهم هم متسترين بالإسلام والدين منهم براء على الإطلاق لكنهم أرادوا أن يستغلوا الإسلام بحكم طبيعة الشعب العربي هو شعب متدين وبالتالي هذا الجانب جانب الدين ممكن أن يغوي البعض في هذا يستقطب أي يستقطب في هذا الاتجاه لكن عندما وصلوا وطفوا الى السطح انكشفت العيوبهم بشكل واضح واتوقع الان هم ملفوظين من الشارع العربي وبدليل السقوط المدوي لهم في مصر. يعني كيف انهم كانوا يتكلمون ب... بعبارات رنانه طنانه فضفاضه لكن عندما وصلوا الى السلطه انكشفت كل الاعيبهم وتذكر الرساله الشهيره التي وجهها آه. انا ذاك مرسي, محمد إلى مرسي إلى, بيريس أما الذي يدعي أنه رعايته للإخوان المسلمين والآن هو يعتبر يعني من يقود سلطان سلطان, نعم. <applause> سلطان الإخوان يوصف. المسلمين هذا الأردوغان أيضا أكاذيبه ولا أعيب لم تعد تنطلي على أحد حكما في هذا الاتجاه فهو دائما يخترع فقاعات اعلاميه يجند هذه الفقاعات لمصالح ما لكن اصبح اتوقع مكشوفا لدى السواد الاعظم من الشعب العربي او حتى الشعب التركي. الان حتى كشف داخل حزبه ما يسمى حزب العداله والتنميه جزء كبير من قيادات هذا الحزب خرجت انشقت وخرجت منه بشكل واضح، إذا لذلك حتى دائما وابدا حمله للقضية الفلسطينية ويدافع عن القضية الفلسطينية. تابع منذ اقامة العلاقات بين الكيان الصهيوني وتركيا. تناوب الكثير من الرؤساء الاتراك. اوج هذه العلاقات على الاطلاق بين الكيان الصهيوني وبين تركيا هو في زمن اردوغان. في في البعد الاقتصادي وفي المناورات, المناورات العسكرية المشتركة حتى في التسليح المشترك حتى في فتح مطارات تعرف تركيا أمام الطيران الكيان الصهيوني يعني في أكثر من مرة وأكثر من مناورة فما قضية دافوس مرة هيك عندما يتظاهر بشيء وما قضية مرمرة وغير مرمرة سوى بعض الفقاعات حقيقه الاعلاميه يريد ان يسوق بها لكن في المضمون وفي الداخل وفي الصميم هو من اكثر الناس علاقه مع هذا الكيان الصهيوني الذي يحارب به يعني نقل السفاره من القدس وغيره يعني هذه الاكاذيب والاضاليل التي يسوقها لم تعد تنطلي على احد نعم على اسمح الأخير. لي اعود الى سوريا والى الحزب ايضا في الدقائق الاخيره في كتائب البعث التي شكلتموها خلال فتره الحرب وهي مجموعات عسكريه قامت بمهام قتاليه في كثير من الجبهات مستقبل هذه الكتائب هل ستبقون عليها؟ نحن حزب سياسي جيشنا هو الجيش العربي السوري هو من يحمي الارض والعرض لكن نحن كنا مؤازرين في فتره من الفترات مساعدين كقوه رديفه تساعد في, في يعني في قوه عسكريه فرضتها الضروره فرضتها الضروره لا وفرضتها يفكر المصلحه وفرضتها مصلحه الوطن يعني في نعم هذا لكن حكما نحن في المستقبل عندما يتم تطهير معظم ارض الوطن وهذا ان شاء الله حاصل قريبا اكيد لا حاجه هؤلاء سوف يعودوا الى اعمالهم ويعودوا الى مؤسساتهم والى يعني نعم. عمل في برنامجكم الانتخابي تحدثتم عن محاربه الفساد صحيح وتحدثتم عن اصلاحات اصلاح المؤسسات وتعزيز الرقابه في المؤسسات والعمل على اصلاح المؤسسات وكفاح الفساد كل هذا هل لديكم اليات لتنفيذه أوه. الآليات التي حكما سوف نقوم بها هي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها في مجلس الشعب. حكما هناك آليات معمول فيها من خلال الكتلة البعثية في مجلس الشعب. هناك لجان في المجلس تناقش كل هذه القضايا. هناك أيضا المراقبة التي يراقبها رفاقنا البعثيين في مجلس الشعب لهذا الوضع وهناك المحاسب وهذا مهم جدا. إذا البيان الانتخابي تضمن كل هذا الأمر صحيح لكن سوف ينجز من خلال الإجراءات الدستورية المعمول بها في مجلس الشعب م. نحن لا نريد طبعا يعني أنك أن نتصرف بمفردنا أو نتصرف كحكم كحزب موجود قوي في في السلطة حزب حاكم كما أسلفت في البداية لكن نحن مؤمنين إيمان مطلق أن كل هذه الإجراءات تتم من خلال الطرق الدستورية والقانونية والمؤسسات. والمؤسسات لأن أصلا ما يؤرق أعداء سوريا أن سوريا هي دولة مؤسسات طيب في نقطة أيضا أخيرة قبل أن نختم في موضوع الفصل بعض أعضاء كوادر الحزب قبل الانتخابات ما هي الأسباب لاستبعاد هؤلاء هذا في النوع القضية التي طرحتها في البداية نعم. أيضا عندما قلنا يجب أن يكون الرفاق البعثيين على مسافة واحدة أو القيادات الحزبية على مسافة واحدة من جميع المرشحين المستقلين عندما وصلتنا معلومات أن البعض منهم قام بارتكابات يعني بعيدة كل البعد عن أخلاقية البعث في ممارسات فأكيد هذا الموضوع يعني المنضوع. دعموا أحد, دعم أحد المرشحين دعموا أحد ورب أحيانا يعني يترك برفاقنا يعني اكيد هم اختاروا قائمه الوحده الوطنيه ولكن هناك مستقلين كل ما يرغب عليه ان ينتخب لكن ان لا يسخر هذا العمل مقابل شيء يعني الدعم لم ياتي دعما شخصيا لشخص ما لكن عمل من اجل يعني انجاح او تسويق شخص ما بمنافع سواء مادي او منافع شخصيه وهذا نحن بعيدين يعني عنه كل البعد وبالعكس اتوقع كان هذا الحساب يعني ترك الكثير اثر ايجابي اثر ايجابي لدى الشارع ولدى جهازنا الحزبي وكانت رساله للجميع ان من يخطئ يحاسب ويمكن ان يكون حصلت اخطاء اخرى في بعض الاماكن اتتنا هذه الشكاوي الان تحال الى لجنه الرقابه والتفتيش الحزبي ليدقق بها وكل من يدان سوف يحاسب هذه حكما كما هناك ثواب هناك عقاب واتوقع هذا شيء ايجابي في نعم اشكرك الحزبي. جزيل الشكر الامين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال هلال على كل هذا الوقت شكرا جزيلا لك بارك الله بكم وشكرا لك ولطاقم العمل شكرا تعبناكم معنا كثيرا خليك. شكرا جزيلا شاهدينا لعبه الامم انتهى اشكر فريق عمل الميادين هنا في بيروت زاير ابو حمده بترابي نادر ومديره مكتب الميادين طبعا ديما نصيف شكر خاص الدكتور مهدي دخل الله عضو القياده المركزيه ايضا للحزب القاكم الاسبوع المقبل الى اللقاء